ولا انا رفيق العائلة. عائلة شاب عم يدور على شغل وبيكره المشاكل ووجع الراس من النسوان وهالشغلات، فحبيت ساعده واخذ معه ودور معه على شغل، وحكيت مع فريق تكتيك لحتى نلاقي له شغل ونعمل فيها الضرب. عيد انا بعتذر منك كثير يا حبيبي. شو بقى يا خيي، كل شوي عم بتنقطع وبدنا نضل نصلح فيها هيدي؟ مرحبا حبيبي. هلا كيفا؟ منيح منيح. بعتوني كمان شغل، ما شغل شغل ولا تحت بدك تشتغلي يعني؟ لا قالوا لي لا، شفتك عم تمد ايدك بعتوني شغل وما شغل. ادبك يعني وين مع البلاطين؟ انت شو اسمك؟ عيد. انت بعتك علي. علي علي، ايه كيفك عيد؟ ماشي حالك؟ ماشي الحال. ايه لك، نحن شغلنا بالشو هلا، لك شوي تعبانين هيك، انا نفسيتي مش مرتاح يعني. معلش، نحن بنشتغل على البوكلين حفارة، شفت هوديك الحجارات؟ ايه. ونحن بنشيل هون، عم نظبط هيدا المجمع، ايه بنشيل وبنحفر يعني. بوكلين شو بدك تشتغل؟ شو بدنا نلعب فيها يعني؟ العيونه الدق ب 1005. شو بك؟ شو دق ب 1005؟ لا هو الدق ب 1005 اذا بدك. لا انه قصدي اذا بد ايه نهاريتك. ايه 30 دولار من الساعة 8 الصبح. الصبح لا الساعة 8 الصبح بأرضها بخدها بس خلص. شو بأرضها؟ انه بس خلص شغل بأرضها بياخذ 30 دولار. كيف يعني انا بكب لك اياهم على الارض؟ لا بأرضها يعني انه انا بشيل، يلا خذ بأرضها. لا قصدي بس خلص يعني مش اخر الجمعة باخر شهر لا، كل يوم بجمعيته. شو يعني كل يوم بفوميته؟ كل يوم بيوميته يعني. يعني انت اليوم ما اخذت شو اسمه؟ شو؟ مصاري؟ ايه ايه بترد لي اياهم. لا حبيبي الله يرضى عليك، قصدي انا النهار اللي بتشتغله خيي عيد. إيه؟ انت بتقبضه. ايه هيك بهمني انا عندي عائله. ايه النهار اللي بتاخده انه مش مجوز، قالوا لي عنك مش مجوز. لا خاطب بس بدي انقل. بدك تنقل خطيبتك؟ ايه بدي خلص صرنا سنتين. يعني كيف انت بتخطب وبتنقل؟ دغري بخطب وبنقل على غير طابق يعني. ايه بطلع لفوق وين بنقل بتجوزها. انت بتنقل. إيه بنقل. عم تنقلها معك يعني؟ دغري باخذها معك. ايه طيب ما تعطي الهم انت، بس بدنا نعلمك. انا شوفير البوكلين. انت المساعد تبعي يعني، بتعرف هلا مثلا مثل منزوعه بنقعد من بتصلح؟ لا مش بنصلح، بيكون هذا مكركربج. عرفت كيف؟ واوقات اذا كانت ما عم تدور بدك تدفشني. شو بدي ادفشك؟ بوكلين. مش حدا قال لك عندي بكسو؟ شو جابك على حلبة مصارعه؟ انا بتدفشني؟ ما كل الشباب هون عندنا شغلين بيدفشوا، وانا شو بعمل؟ حط ان باومرا بروميير، انت وراي بحط اريار. بتقتلني؟ لا بحط اريار، طلقت اريار برجع بروميير. هلا شو بدك؟ يمكن هلا منيحه بس ما بنوصل لها. ايه بس كنت عم صلحها. ليك بس سؤال، ما في يطلب منك طلب؟ ايه قل لي حدا. بس في اخذ منك تليفونك دقيقه واحده على المزينه. شو بدك تعمل؟ بدي اتصور سيلفي انا، بدي احكي تليفوني فوق بالمكتب، وبدي احكي مع معي دولار. لا ايه بس بدي احكي مع البنت اللي بحكي معها يعني. كمان خاطئ؟ لا بعدنا على الطريق، بعد ما نقلت يعني. انا بصاحب بنقول بخطب بنقول بتجوز بس ما تطول. دقيقه. ايه دقيقه بعد امرك. خلي افتح لك اياه. شو بده ينفجر هلا؟ لا هيدا ما فيك انت اللي بعدنا. اوكي دقيقه حبيبي، انا والله ما معي عمر. في عندي مشكلة. شو اسمه؟ كامبولوزينية. طول بالك. ايه حبيبتي. ايه ايه انا هون بالورشة. ايه زعلان شوي. زعلان انا ومين؟ انا والشاب اللي بيعمل لي قهوة. شو قهوة يعني؟ ايه
زعلان زعلان شوي ايه زعلان ايه 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 حبيبتي نحن ما بهمنا نحن ما بهمنا هودي القصص كلهم نحن كل هودي القصص ما بهمونا نحن لا انت ولا عائلتك ولا اكبر منك يعني اليوم اليوم نحن اذا بدك تيجي انت تأمانا زعلان من هذا الوضع ما بقى تعلي صوت ما بقى تعلي صوتك ما بقى تعلي صوتك ابدا ولك لا اهلك ولا شيء ايه ايه يا حبيبي ما فينا ولا ماشي انا اقوى منك بهودي القصص لا انت ولا عائلتك ولا سليلتك ولا كلك شو بقى خلصنا فخ دقيقه جيب اللي بدك اياه انت مش عارف مين معي يا حبيبتي مع ابو العبد انا هي عيد انا عيد ايه لا واللي معي واحد بكسر عيال معي واحد انت واخواتك وبيك ما بتفرق معهم ايه ايه ماني خيفان منك لا ماني خيفان منك طول بالك ايه 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 خلص الدولارات بس دقيقة في مشكلة ولا؟ طب ماشي معك ايه ايه ولا ما بتفرق معي معي واحد بياكل عالم انا ايه طول بالك يا زلمة خلص ايه ما لا يا حبيبتي لا لا خلص جيب اللي بدك اياه جيبي اهلك جيبي سليلتك جيب ولك معي واحد بده يقتلكم ولك نحن ما بنتكسر انت وعائلتك وسليلتك وشفتي اخواتك اخواتك شايفه حالك فيهم بدنا نمرمطهم انا وجروندايزر تفو عليك وعائلتك وتفو على مش على علي هن تفو عليك وعائلتك ايه دعسك دعسك انا شو هو الجيلاتين؟ هون دينان؟ بسمع كثير خلص روحي قضاعة شو بك يا زلمة شو في خير؟ ها؟ أه؟ خلص الدولارات يا زلمة قلت لي دقيقة خلص خيي نسوان ما بتجي إلا هيك خلص شو في؟ خيي ما تخاف إني هيك أكيد دائما بتبهبه إنه أنا بجيبه أنا بجيبه أنا بعمل هلا عياله معي مين يا شو؟ عائلتها وإخواتها وعشيرتها يا عمي هذا حكي لبناني ونحن بنجيبه ونحن بنجيبه بتنطر معلم ما حدا بيجي خلص تعتن شو بدك تعمل هون هلا؟ إيه؟ شو بدك تعمل؟ يلا هلا هون وقف حدي ماشي مول المقدح ايه بدنا نفك لا أو لا قرب 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 ما مش انت فك بدك تفك زرار القميص من تحت لا بدك تفك ال ماشي اوكي انا راح اطلع اشوف اذا راح تدور ماشي خليك انت وقف هون وقف هون ايه عندك ايه يلا خليك واقف دور شو دور دور المقدح حط المقدح على اللق تحت محل ما فيه بطارية ها طيب شو؟ شو؟ اجوا 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 اهليتها اجوا اهليتها من اجا؟ اجوا اهليتها لك عمول حالك انك عم تتف لا دي لك عمول حالك عم تتفشني عمول حالك عم تتفشني عمول حالك عم تتفشني عمول حالك تفوش شو تفوش 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 بعد ايه عم تتفوش لك منو اي واحد اي واحد اي واحد طلع عندي شو طلع عندي لك طلع عندي اي واحد دعلك مين منكم دقلة لاختي وعم بعطش روس وعامل رامبو شو تعبوسني يا خيي تعبوسني مين هو اهليت على البنت ما هسه صاحبتي شو بك خيي مين دقلة لاختي على التليفون من شوي مهدد بده يعطش روس نحنا واحد منكم مين مين منكم انت وياه مين منكم بيعرفها ما حدا حبيبي شوف هون هيك شوف بعيد شوف بتن بحكي معه مين بتعرف عنك لا انا لا ايه لا
لا لا اتركه هين مبين معطر هون هون هيدا المعنطر بحاله هالمال هيدال هالمال هي من برا مش ويرمو شايف حاله قبضاي خي شو في هلا في واحد منكم داعي لاختي ومعلل تهذيب وبده يدفع حق كل كلمه غلط قالها اعوذ بالله ما حدا هيك انت داعي شيء اعوذ بالله انا داعي شيء معي تليفون ماما شو لا لا تحت من شاوب يا صاحبي بشرف خلص دخيلك قل له قل له انت ضايق وغلطت خي الله انزل عشان توشوش انت وياه انزلوا شو انزل عبط شبكم من فوق ترفع ترفع الصراحه انزل خي انا معك انا مش ضايق ولا الشاب ضايق نحن ما بندق لحدا منو هذا اللي عامل حاله شمشوم وعم بهدد وفوق منو اه؟ عنك انت يا زلمه انا فاتك بربع اشتغل يعني. لا يا حبيبي اول حبيبي اول شيء انا معي تليفون ولا الشاب معه التليفون انا ما معي انزل لهون بس يا خي ما معنى تليفون انت دقيت شيء لا يا خي ما ولا انا دقيت لحظه لحظه دقي له دقي له دقي له لا لا لك ما بدك دق لو دقيقه ما بدك دق بدك دق على الرقم دق على انتم ما معكم تليفون لا دقي له يا خي ما معنى رقم تندق ما في تليفون رح نعرف اذا في او لا اعترف له بصرفك يا زلمه اعترف له بلا مشاكل عم لك نقل وما نقل وعندي عائله يا زلمه دق التليفون دق التليفون شو هذا التليفون قلت لك يا زلمه تليفون مين عم بدق روم باين في تليفون ماما ما في تليفون لمين هذا التليفون خذوا خذوا خلص لك عم يطلعوا فيني انا خلص هذا هذا طابور الباكلين مين اي واحد منهم بتعرف فيه خلص يا خي خلص منك عم يطلعوا فيني هذا التليفون مش تليفوني هذا يا خي مش تليفون كيف مش تليفون ابغى انا دق شال التليفون يا زلمه مين هذا التليفون ينزل عندي شو صاحب التليفون ينزل طولت بالي كثير انا هذا التليفون شباب 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 انت دقيت منه خذهم معدم يا ابو شو هيك يا خي؟ خلص ما بدي اياه يا زلمه ما هذا 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 مش تليفونك؟ لا مش الي هذا لك شو؟ هذا قدوه قدوه لك شو بك خي؟ بقول لي خي احكي معكم احلى ما نطلع نكبكم من فوق هذا تليفونه مش نزل نزل يا استاذ نزل هيدا تليفونه نزل كيف نحلها على الترو كولر شو بين؟ اعترف شو على الترو كولر؟ هو شو مين اسمه؟ نزل عندي انا اسمي عيد انا كل العالم تعرفني اسمي مارسيل انت اسمك عيد هو عيد لا هو راح عيد راح زال 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 يا خي مش هزع بالتليفون انزل عندي يا الله اليوم شو طلع عندي شو عنده عيد نزله ما راح تنزله يعني ما راح تنزله زال 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 اجوا 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 زال اعترف زال اعترف زال زال لا لك لهون طلع زال لا 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 هلا هون زال وينه هلا هلا مين عيد مين عيد مين عيد مين عيد مين عيد مين لك الكاميرا لك الكاميرا لك الكاميرا شباب اطلعوا طيب ضرب ضرب اعطيني تليفوني هذا مش هذا مش هذا لإلي لا إلي مش هو عيد هلا صار لك هاك هاك الكاميرات وين كنت انت وين كنت انت كنا عم نعمل فيك ضرب خيلي شو عامل لك؟ يلا زقفوا له بليز سوري عيد مين جابك لهون؟ علي علي انا برجوان اوكي علي علي بس بدك تعمل ضرب لازم تكون لظروف شغله علي ما قدر علي علي عمل فيك الضرب نحن بدنا نعتذر منك انت مع فريق تكتيك نحن رجعنا انطروا منا شيء اكبر من هيك بعد ايه ايه واحد اثنين ثلاثة وتسعين باي